ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنتكلم سوا عن Discrete Mathematics. هنبدا باول محاضره وكانت بتتكلم عن Propositional Logic. تعالوا نبدا نقول يعني ايه اصلا Propositional Logic. كلمه Propositional دي معناها اقتراح او المنطق الاقتراحي كلها على بعضها. يعني انا مثلا ممكن اقول لك ايه 3 زائد 3 بتساوي 6، تقول لي اه تمام ما عنديش مشكله. اقول لك 4 زائد 3 بتساوي 5، تقول لي لا غلط، ده صح ده غلط، لو ده ترو ده فولس، مظبوط. ف البروبوزيشنال لوجيك يعني انا بقترح حاجه او بيبقى عندي ستيتمنت بقول حاجه ويتكون ترو يتكون فولس، ملهاش حل تالت وما ينفعش يكونوا الاثنين مع بعض، يا ترو يا فولس، ملهاش حاجه غير كده، تمام. ممكن مش شرط تكون ماث، بس ممكن اقول مثلا لو الدنيا مطرت الشوارع هتغرق، تقول لي اه صح. لو الشمس طلعت الشوارع هتغرق، تقول لي اه غلط. اي حاجه في حياتنا ممكن تحولها لبروفيشنال لوجيك، اي جمله اي ستيتمنت، هي باختصار شديد هي عباره عن ستيتمنت بتكون يا ترو يا فولس، ما ينفعش تكون الاثنين مع بعض وما ينفعش تكون حاجه ثالثه غير دول، تمام. تمام. طيب البروفيشنال لوجيك دوت بيتقسم لايه بقى؟ قال لك عندك حاجه اسمها سيمبل وحاجه اسمها كومباوند. طيب السيمبل ده اللي هو ايه؟ اللي هو عباره عن جمله واحده اللي هي زي ما قلنا كده 3 زائد 3 يا اما هتساوي 6، ده كمثبت، يا اما ممكن اقول لك 3 زائد 3 مش بتساوي 6، ده كده منفي. طيب احنا ممكن نحول الكلام ده كله عشان نعبر عنه باختصارا، نسميه مثلا بي، زي ما كنا بنسمي مثلا اي حاجه عندنا في الماث اكس او واي او زد او ايه او ايه او بي سي، اي حاجه من الحاجات دي، فاحنا ده هنسميه هنرمز له بي. فاللي تحت ده هيبقى ايه؟ هيبقى نوت بي، زي ما قلنا نوت ايكوال. فنوت بي دي بقى بنرمز لها ازاي؟ يا اما بتقوم قايل كده، هو علامه اللي هي المد دي بي، يا اما بتعمل الحركه دي كده اهوت بي، دي كده نوت بي ودي كده نوت بي، عندنا السيمبل ده او السيمبل ده. طيب الكومباوند ده بقى عباره عن ايه؟ اللي هو يبقى عندي اكتر من ستيتمنت مع بعض، مثلا ستيتمنت اسمها بي وستيتمنت اسمها كيو وستيتمنت اسمها ار. بالمنطق كومباوند يعني هما كذا حاجه مع بعض، فعشان اربطهم ببعض اربطهم ازاي؟ ممكن اقول لك مثلا 3 زائد 3 بتساوي 6 و او اند يعني 4 زائد 5 بتساوي 9، اه الاثنين دول صح، يبقى الكلام ده كله بيساوي في الاخر ترو. ممكن اقول لك مثلا لا 3 زائد 3 بتساوي 7 او 8 زائد 1 بتساوي 5، الكلام ده هيطلع بفولس في الاخر، ولا دي صح ولا دي صح، ما انت جاي تعمل ايه؟ فالاثنين غلط. طيب دي بقى اسمها ايه؟ اول حاجه خدناها دي اللي هي الاندنج اسمها conjunction. يعني ايه conjunction؟ conjunction دي يعني اقتران او دمج، يعني لازم الاثنين عندي يكونوا صح عشان يطلع لي صح في الاخر. طب لو انا كده قلت لك مثلا دي ب8 مش ب9، لا كان هيطلع فولس، انت الاثنين مع بعض مقترنين ببعض، فطالما في واحده فيهم باظت يبقى كله هيبوظ، تمام. طيب والاور دي اسمها ايه؟ يعني اسم تاني شبه اللي فوقيها اسمه disjunction. يعني ايه disjunction بالعربي؟ يعني انفصال، يعني ده مستقل بذاته وده مستقل بذاته، على الاقل محتاج واحد فيهم يكون صح، انت بتقول لي ده او ده، فوالله انا هنا لقيت ده غلط ولقيت ده غلط، فما ينفعش. طب انا لو كنت قلت لك ان دي ب9، لو كنت قلت لك ان هنا كده 8 زائد 1 ب9، اه عندك واحده صح واحده غلط، خلاص انا هاخد الصح، انت قلت لي دي او دي، انا هاخد الصح واقول لك ان الكلام ده كله بصح بترو، تمام. يبقى احنا كده لحد دلوقتي عرفنا ان احنا عندنا نيجيشن اللي هو نوت، وعندنا الكونجنكشن اللي هو الاند، وتلاتة كانت disjunction او الانفصال اللي هو الاور. طيب النوت دي كنا بنرمز لها ازاي؟ هي كده هي كده صح. الاندنج بقى نرمز لها ازاي؟ او الاند بالعلامة دي كأنه مثلث كده بس ما بنخش من تحت. طب والاور عكسها، بص لتحت، دي 8 والاندنج دي 8 والاور دي 7، تمام. دي كانت السيمبلز اللي عندنا عشان احنا كل ده بنحاول نختصر، بدل ما كان عندي جمله كبيره سميتها بي، بدل ما هكتب كلمه اند هعمل كده اهو، بدل ما كان عندي جمله كبيره هقوم كاتب كيو مكانها، يبقى انا كل الجمله الكبيره اللي انا كنت كاتبها قبل كده مثلا اختصرتها في الرمز ده بس او النوتيشن ده بس. طيب عايزين نعرف بقى ايه الترو ستيبل بتاع الثلاث حاجات دي. النوت لو عندي ترو هيخرج فولس، ولو عندي فولس هيخرج بترو، ده كده النوت سهل جدا ما فيهاش اي مشكله. طيب لو انا عندي كيو وعندي بي، وعندي اهو
false, true, false, true, false, false, true, true. لو انا عندي هنا q and p وعندي هنا q or p، نعمل الكلام ده ازاي؟ قلنا الاندينج او الاند لازم الاتنين يكونوا بترو عشان نقدر احسب ان كله بترو، ولو عندي على الاقل واحده بفولس يبقى كله هيطلع بفولس. ده كده التروث تيبل بتاع الاند. طيب والاور؟ قال لي لازم يكون عندي على الاقل واحده بترو، فاهو واهو واهو هنا هبص مش هلاقي عندي اي حاجه خالص، فدي كده بفولس واي حاجه تانية بترو. طيب كان عندنا بقى حاجه كمان رابعه، او مش رابعه، هي جزء من التالتة، اللي هي الاكسكلوسيف اور. الاكسكلوسيف اور، كلمة اكسكلوسيف ليها معنى تاني اللي هي ليميتد، اللي هو لا تقول لك انت مش قلت لي يا ده يا ده يبقى تلتزم يا ده يا ده، مش الاتنين مع بعض. يعني لما تقول ان ده اكسكلوسيف اور ده يبقى لازم واحدة بس اللي تكون بترو، ما ينفعش الاتنين مع بعض. يعني ايه يا عم الكلام ده؟ يعني لو انت جاي تحسب كيو اكسكلوسيف اور بي، اول حاجة عندك النوتيشن بتاعها هيبقى عبارة عن كده بلس جوه دايرة، تمام، وبيقول لك ان انت عندك لازم واحدة بس فيهم تكون ترو. هتيجي تبص هنا الاتنين بفولس يبقى فولس، بص هنا فولس وترو تمام، اه اللي بعدها واحدة واحدة تمام ترو، اللي بعدها الاتنين بترو، اه هقول لك لا ده الفرق بينها وما بين ايه الاور العادية. في اخر واحدة دي لما لو الاتنين بترو لا انا بقول لك فولس، انت قلت لي ده ده بس، فدي كده الاكسكلوسيف اور. طيب الكلام ده كده كله احنا تقريبا عارفينه قبل كده، ممكن يكون في شويه تفاصيل صغيره جديده بس احنا عارفين الكلام ده كله قبل كده باللوجيك جيتس. خدنا الاند والاور والنوت والاكسكلوسيف اور، كمان ممكن نكون خدناها قبل كده، في ناس خدها وفي ناس لا. طيب ايه الجديد بقى؟ قال لك الجديد عندك حاجتين، اول حاجه فيهم اسمها كونديشنال ستيتمنت. يعني ايه كونديشنال ستيتمنت؟ باختصار شديد تعال بس نكتب الرمز بتاعها، قال لك بي سهم كده كيو. يعني ايه؟ يعني بالانجليزي كده انطقها، يقول لك بي امبلايز كيو، تمام. يعني ايه بقى الكلام ده؟ اكتر طريقه انا بحب اشرحها بيها يقول لك ايه، اعتبره قانون. يعني ايه قانون؟ يعني مثلا نيوتن كان قال لنا ايه، كان قال ان الفورس هتساوي الجي مضروبه في ام 1 في ام 2 على الراديوس سكويرد. طيب هو نيوتن بقى لك ايه؟ قال لك والله لو عملت القانون ده هيطلع لك الفورس. طيب تعالوا بقى ايه نحاول احنا نستنتج ايه التروث تيبل قبل ما نخش في حاجه خالص. اهو بي كيو، بي امبلويز كيو، اهو اهو فولس ترو فولس ترو. لو حد مش عارف ازاي بتعمل التروث تيبل، بتبدا من على اليمين خالص، تقعد تعمل واحده واحده لا واحده واحده لا، واللي بعدها اتنين واتنين، وطبعا لو عندك واحده كمان بيبقى اربعه واربعه، بتمشي باور اوف تو يعني، تمام. طيب تعالوا نبص في الاتنين اللي تحت، اسهل اسهل حاجه خالص. بي ده اللي هو القانون اللي عندنا، وده النتيجه، تمام. لو انت طبقت القانون وطلعت لك النتيجه يبقى الكلام ده صح، لو طبقت القانون بس ما لقيتش النتيجه يبقى القانون ده غلط. طيب لو انت اصلا ما طبقتش القانون بتاعي ليه جاي تسالني عن النتيجه؟ يبقى الكلام ده بتاعي هيفضل بترو زي ما هو، انت ما عرفتش تثبت ان هو غلط لان انت اصلا ما استخدمتوش، يبقى الكلام ده بترو. يبقى الحاله الوحيده اللي ممكن تحاسبني فيها ان انت فعلا طبقت القانون بتاعي بس طلعت لك نتيجه غلط، ساعتها هتقولي الكلام ده بفورس، لكن غير كده انا قانوني صح لحد ما تعرف تثبت ان هو غلط، تمام. هو ده الامبليكيشن او الـ او الكونديشن ستيتمنت بكل اختصار. انت ما بتكونش فولس غير في حاله ان البي بترو والكيو بفولس، او الاول يعني بترو والتاني بفولس. طيب جميل، قال لي بقى ان انت عندك النورمال ستيت بتاعتها اللي هي بي امبلويز كيو، دي النورمال، وبيطلع منها ثلاث حاجات. اول حاجه الكونفرس اللي هو العكس، ده عباره عن كيو امبلويز البي، مجرد انت بتعكس اماكن الاتنين مع بعض، يبقى ده كده الكونفرس بتاع الاصليه، تمام. طيب عندك ايه كمان؟ قال عندك حاجه اسمها الانفرس اللي هو النفي. يعني ايه النفي؟ احنا كنا شغالين على الاصل، انسى اللي بقى الخطوه اللي قبلها. يعني انت تاخد البي والكيو وبتنفي الاثنين، ده كده الانفرس بتاعها. والوحيده اللي اسمها غريب او اول مره ناخده اسمه الكونترا بوزيتيف، الاثنين في بعض، يعني شقلب وقلب، هتشقلب اماكنهم وتعكس الساينس.
يعني بدل ما انت عندك بي كيو هيبقى كيو وبي وتشقلب ساينز الاتنين كمان، لو هي نوت هتبقى خليها عادية ولو هي عادية تخليها نوت، عشان طبعا مش شرط تجيلك في الصيغة اللي هي الاتنين بترو، ممكن تبقى واحدة نوت يعني بس. فانت هنا دي ممكن تسميها ايه؟ شقلب وقلب، بس عشان ما تنساهاش بعد كده. تمام، دي كده كل حاجة عندنا في المنهج عن الكونديشن ستيتمنت اللي هي بي امبلايز كيو. ما تنساش كلمة امبلايز دي عشان مش شرط يجيبها لك بالسيمبل ده، ممكن يكتبها لك كلام بس ويعتمد ان انت فاهم يعني امبلايز. طيب ايه بقى تاني كان عندنا؟ قال لك عندك حاجة بس شبهها كده اسمها باري كونديشنال ستيتمنتس، وزي ما التانية كان ليها مفتاح كده اسمه امبلايز، دي اسمها اف اند اونلي اف، وكان ايه السيمبل بتاعها؟ بي. التانية كانت بي امبلايز كيو، دي هتزود تاب كده. هي كلمة باي اصلا يعني اتنين او ناحيتين، فمعناها باي كونديشنال يعني في كونديشن رايح من البي للكيو وكونديشن رايح من الكيو ان بي، وده بيدينا اول معلومة معانا عن الباي كونديشن ان الكلام ده ممكن يتفك ليه بي امبلايز كيو اند كيو امبلايز البي. بس طبعا نحط البراكتس، هي بالظبط كده، هي خد الاتنين مع عكس بعض وراح لازقهم في بعض. طيب دي تروث تيبل بتاعها ايه؟ دي باختصار كانت بتقول لك انا عايز الاتنين يكونوا زي بعض. يعني ايه؟ يعني لو عندي بي اهي والكيو اهي، وهجيب البي باي كونديشنال مع الكيو، ده هو فولس ترو فولس ترو فولس فولس ترو ترو. هو قال ايه؟ قال لك عايز الاتنين يكونوا زي بعض، فولس وفولس انا موافق، فولس وترو لا مش موافق، ترو فولس لا مش موافق، ترو ترو انا موافق. بس هي دي كده كل اللي عندنا عن الباي كونديشنال. ممكن انت بقى ايه مع نفسك عشان تتاكد تجيب الاثنين دول، هتجيب تروث تيبل دي وتروث تيبل دي، تعمل لهم اندنج مع بعض، هتلاقي ان فعلا هيطلع في الاخر لازم تطلع زي دي كده ان تي اف اف تي. تمام. طيب شفت احنا عملنا ايه هنا؟ حطينا اقواس ليه؟ عشان انا مش عرفني هل هي البي امبلايز كيو الاول والنتيجه هعملها اندد مع الكلام ده، ولا مثلا ايه؟ طب نمسح الكلام ده كده، مش كان ممكن مثلا اعتبر ان الاقواس عندي كده وان حاجه بتمبلاي حاجه وبعدين حاجه بتمبلاي حاجه؟ فانا ايه بقى اللي خلاني اعرف انا هشتغل ايه قبل ايه؟ قال لك عندك حاجه اسمها البريسيدنس. يعني ايه بيجي قبل ايه؟ احنا كل اللي خدناه دلوقتي ايه؟ خدنا النوت، خدنا الاند، خدنا الاور، خدنا الكونديشنال، وخدنا الباي كونديشنال. طيب يعني احنا عندنا 1 2 3 4 5، تمام كده عشان ايه ما نخبطهمش ببعض. ايه اهم حاجه عندنا واول حاجه بتطبق لما تلاقيها؟ النيجيشن. ايه بعدها؟ الاند. ايه بعدها؟ الاور. ايه بعدها؟ امبلويز. يجي بعدها الباي كونديشنال. هو زي ما كتبهم فوق كده بالظبط بس خليتهم بالطول يعني. طيب يعني انا لو عندي ايه؟ بي امبلويز كيو اند نوت بي، الكلام ده بقى هيجيلي في السؤال كده، مش هيقعد يحط لي اقواس ولا يعمل اي حاجه خالص، لان يعني هو عرفني الكلام ده، فمش هيحط لي اقواس، هيقول لي اتعامل انت بقى. فانا عشان ما اتلخبطش هعمل ايه؟ تعال نجيب لون مختلف. هو اول حاجه عندي النيجيشن، يبقى اهو تعال نحطها في براكت لوحدها. تمام، ما ده عندي الاندنج او الاند، اهو عندي كيو اندد مع البراكت الاخضر الصغير ده. في الاخر خلاص عندي الامبليكيشن اهو، عندي مع دي بس، اقدر اشتغل بقى مع نفسي. انا عندي بقى تروث تيبل، ابقى عارف ان انا اسمي ده مثلا كده ار، واسمي دوت الكلام ده كله كده اس، وفي الاخر بحسب بقى مثلا الكلام كله هو اسميه تي مثلا، واشتغل مع نفسي عشان ما اتلخبطش. والا مثلا كان ممكن ايه؟ خدت الاتنين دول مع بعض عملت لهم اندنج وعن نوت بي في الاخر، ده غلط. فهو بقى مديك البروسيدنس تيبل دوت عشان تعرف تعمل ايه قبل ايه وايه بعد ايه. تمام. تمام، اخر حاجتين معانا هي اول واحده فيهم ال بروبوزيشنال ايكويفالنس، يعني امتى اقول البروبوزيشن ده بيساوي كذا على طول كده في المطلق؟ قال لك دي ليها حالتين. اول حاله اسمها توتولوجي، وتاني حاجه اسمها كونتراديكشن. يعني ايه دي ويعني ايه دي؟ قال لك التوتولوجي دي لما يكون كله بترو،
لما اجي اعمل بقى ترو ستيبل وجدول وبتاع والكلام ده كده، يطلع كل الفاليوز اللي عندي بترو. يبقى انا بقى مش محتاج اقعد اكتب اكسبشن وبتاع، يبقى لا انا ممكن اقول الاكسبشن ده كله كده دايما هيطلع ترو، ما تتعبش نفسك يعني. زي ايه مثلا؟ ابسط حاجه عندنا، ابسط حاجه عندنا لو قلت لك بي اور نوت بي، لو دي بفولس دي هتبقى بترو، لو دي بترو دي هتبقى فولس، فيبقى عندي على الاقل واحده بترو، فيبقى الكلام ده دايما هيطلع بترو. فدي كده تصورشي كونتراديكشن، يبقى اكيد عكسها اللي هو اول فولس. لو لما عملت ترو ستيبل برضه هيطلع الكلام عندي كله بفولس. طب زي ايه؟ نعكس بس الساين اللي فوق، بي اند نوت بي، لو واحده بفولس التانيه هتبقى بترو، لو واحده بترو التانيه هتبقى فولس. بس اخر معلومه عندنا في الفيديو بتاع النهارده اسمها لوجيكال ايكويفالنس، واللي قبلها كان اسمها بروبوزيشنال ايكويفالنس، ان انا بقول على البروبوزيشن ده بس بي او الكي او ار بيساوي حاجه، انما اللوجيكال ايكويفالنس دي مختلفه عنها. طب قال لك دي عباره عن ايه؟ ان انت يكون عندك اكسبريشن بي امبلايز كيو مثلا، وقول ان هو ايكويفالنت، ايكويفالنت مش ايكوال، بيبقى فيها شرطه زياده لحاجه تانية. طيب على اساس ايه بقى الحاجه التانية دي؟ قال لك ان لو ترو ستيبل بتاع ده هو هو بالظبط التروث تيبل بتاع ده. طب عندنا ايه مثلا بي لوجيكال ايكويفالنت للبي امبلايز كيو؟ اللي احنا كنا قلنا عليها في الاول الكونترا بوزيتيف بتاعها، ان انت بتشقلب وتقلب، خليها كيو وبي وتعكس الساينز بتاعت الاثنين. هي مش بتعكس الساينز عشان هي مش بلس وماينس، بس هي بدل ما هي بي بتخليها نوت بي بس، فكانك عكست الساين بتاعتها. بس لو انت بقى عملت ترو ستيبل دي وترو ستيبل دي وقعدت حسبت الاثنين، هيطلع لك الاثنين زي بعض في الاخر. يعني لو طلع لك مثلا ترو ترو فولس فولس، ده لازم يطلع لك ترو ترو فولس فولس. ده مش على المثال ده، ده بس يعني يعني ايه اصلا لوجيكال ايكوفلنس؟ يعني ان يكون عندك اكسبريشن بيديك ده واكسبريشن بيديك ده زيه بالظبط، يبقى الاثنين دول كده لوجيكالي ايكوفلنت. بس كده، دي كانت كل حاجه في الفيديو بتاع النهارده. ان شاء الله القوانين بقى اللي عندنا في المنهج كله هنحطها في الفيديو الجاي، والفيديو مفاجاه هيكون اسهل من الفيديو بكتير جدا، لان القوانين 90% منها ما بتحفظش، 90% منها بديهي جدا جدا جدا. ان شاء الله الفيديو ينزل بكره، تكونوا استوعبتوا الشرح بتاع النهارده، وبكره ان شاء الله نتكلم في القوانين مع بعض. شكرا، اشوفكم في الفيديو الجاي.